متابعينا الاعزاء اهلا بكم اينما كنتم، نرحب بكم في النشره الاخباريه من قناه المكلا المحليه، والبدايه نستهلها بابرز العناوين. وفد منظمه الصحه العالميه يزور محافظه حضرموت ويناقش ابرز التدخلات في القطاع الصحي. الكشف عن نصوص الاعمال المسرحيه المجازه للمشاركه في مهرجان المسرح الثاني بالمكلا. انعقاد اللقاء التشاوري الثاني للموظفين والعاملين بمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بالجمهورية بالمكلا. السادة المشاهدين أهلا بكم. عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة مساعد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الانتقالي الأستاذ فضل محمد الجعدي لمناقشة الأوضاع العامة بالجنوب. وأشادت الهيئة بالصمود البطولي للقوات المسلحة الجنوبية في محافظة الضالع في مواجهة الميليشيات الحوثية والانتصارات التي تحققها كل يوم، كما حذرت من خطورة الاستفزازات التي تقوم بها بعض الوحدات التابعة للشرعية في محافظة أبين وشبوة، والتي تحاول من خلالها عرقلة وإفشال اتفاق الرياض. وأدانت الهيئة النشاطات المستفزة التي تقوم بها بعض قيادات الحكومة اليمنية في المهرة وسيئون بهدف إلى عرقلة تنفيذ نتائج اتفاق الرياض. سلمت قوات المقاومة الجنوبية مواقعها للقوات الموالية للحكومة الشرعية في العاصمة عدن بإشراف مباشر من التحالف العربي. وذكرت مصادر أمنية أن قوات المقاومة الجنوبية سلمت مواقعها لقوات الشرعية، وأن المقاومة الجنوبية في اتجاهها صوب الساحل الغربي لتعزيز الجبهات وتوحيد الصف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا. كرم رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن البروفيسور عبد الناصر الوالي رجل المرور المثابر المساعد جلال محمد عوض بن سنان. ويأتي هذا التكريم نظير تفاني ومثابرة رجل المرور بن سنان في أداء واجبه ومحافظته على أمن وسلامة المشاة والمركبات وفقا لقواعد وقوانين السلامة المرورية في عدد من شوارع وأحياء مديريات العاصمة عدن. وأثنى رئيس انتقال عدن على جهود المساعد بن سنان مقدما شكره وتقديره له ولكل زملائه وقيادته من رجال المرور الأوفياء الذين يبذلون قصارى جهدهم في الحد من حوادث الطرقات وتأمين وسلامة المواطنين. اختتمت دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن الدورة التدريبية الخاصة بتطوير وبناء القدرات في مجال الرصد والتوثيق وإعداد التقارير. وأكد الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي على أهمية وجود متخصصين في عمليات الرصد والتوثيق والالتزام بالموضوعية في تقديم تقارير الرصد. وأشارت رئيسة الدائرة ذكرى معتوق أن التطبيق العملي لمخرجات الدورة سيبدأ مباشرة فور انتهائها، حيث ستشكل فرقا تقوم بمهام الرصد والتوثيق لتغطية كافة محافظات الجنوب ورصد كل الانتهاكات بشكل دقيق ومخاطبة كافة الجهات والمنظمات الدولية. وفي الختام تم تكريم المشاركين في الدورة التدريبية. عقد مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اجتماعا ضم قيادات العمل التربوي والتعليمي بمديرية بروم ميفع لمناقشة أوضاع المكتب. واستعرض الاجتماع جملة من المشاريع التي نفذت وجاري العمل على تنفيذها في مناطق المديرية، إضافة إلى التدخلات النوعية في تحسين البيئة المدرسية وتوفير المختبرات العلمية الحديثة ومعامل الحاسوب وصالات الأنشطة. وشهد اللقاء جملة من المداخلات لعدد من رؤساء الأقسام ومديري المدارس والمجمعات بالمديرية ومناقشاتها والخروج بمعالجات وتوصيات تسهم في تحسين وتطوير الأداء والمخرجات التعليمية بالمديرية.
التقى مدير مكتب صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري اليوم بالمكلا وفد منظمة الصحة العالمية الذي يزور المحافظة لمناقشة احتياجات القطاع الصحي وتفقد سير تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات الرئيسية والمرافق الصحية. سلسلة من الزيارات واللقاءات يقوم بها وفد منظمة الصحة العالمية في مدينة المكلا لبحث احتياجات القطاع الصحي في حضرموت والاطلاع على المشاريع التي ترعاها المنظمة في مديريات المحافظة. وعقد وفد الصحة العالمية الذي يزور المحافظة حاليا لقاء مع المختصين بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل المحافظة، ناقشوا خلالها أبرز الاحتياجات التي يفتقد إليها القطاع الصحي من أجل الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الصحية. واستمع وفد المنظمة من المختصين في الإدارة العامة إلى عدد من المشاريع الصحية التي سترفد القطاع الصحي وتقدم الخدمات الصحية للمواطنين. وأشاد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور رياض الجريري بالدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية في تنفيذ المشاريع في المرافق الصحية والاهتمام الذي تبذله في تحسن خدمات القطاع الصحي. وعلى ذات السياق اطلع الوفد على الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى المكلا للأمومة والطفولة للأمهات والحوامل والأطفال، كما تفقد الوفد غرف عزل الأطفال المرضى المصابين بوباء الكوليرا وكذا مركز السيل بمستشفى بشرى حيلة. وعبر وفد منظمة الصحة العالمية عن سعادتهم بالخدمة الصحية المقدمة مقارنة بالمحافظات الأخرى، خصوصا في ظل الظروف المتردية التي تمر بها المحافظة، مؤكدين أن قطاع الصحة سيشهد تحسن ملحوظ خلال الفترة القادمة مع بدء افتتاح مكاتب منظمات الأمم المتحدة في حضرموت. دشن المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري بمدينة المكلا الدورة التدريبية في تمكين الصحة العامة والتي تستهدف مشرفي التحصين بالجمهورية، وتستمر الدورة من 10 وحتى 19 من الشهر الجاري، ويتلقون خلالها جملة من المفاهيم والمعارف التي ستسهم في استقرار الوضع الوبائي في المحافظات ورصد الأمراض. وأكد مدير الصحة على أهمية الاستفادة من الدورة في مجالات رصد الأمراض والترصد عنها مما يساعد على استقرار الوضع الوبائي في الجمهورية، كما نوه إلى ضرورة الرفع بمخرجات الدورة وتوصياتها لأصحاب القرار لرسم السياسات في الترصد عن الأمراض القابلة للتمنيع. عقدت اللجنة العليا لمهرجان المسرح الوطني للدورة الثانية بمدينة المكلا مؤتمرا صحفيا صباح اليوم للكشف عن 7 النصوص التي أجازتها لجنة اختيار النصوص بالمهرجان. وخلال المؤتمر الصحفي أكد المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ خالد القحوم إلى أهمية هذا الحدث الذي ستشهده مدينة المكلا أواخر ديسمبر القادم، والذي يأتي تتويجا وتقديرا لتاريخ حضرموت المسرحي الذي فاق 8 قرون من الزمن، بالإضافة إلى ما حققته فرقة المسرح الوطني بحضرموت التابعة لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت في الدورة الأولى للمهرجان التي احتضنتها العاصمة المؤقتة عدن في ديسمبر من العام الماضي، وحصولها على جائزتي أفضل نص وأحسن ممثلة بالمهرجان. بلغ إجمالي عدد القضايا والبلاغات التي تلقاها أمن مديرية المكلا خلال شهر أكتوبر الماضي لهذا العام 85 بلاغ، حيث تم معالجة 78 منها وقيد منها 7 بلاغات ضد مجهول، كما تم ضبط 105 مشتبه به على ذمة القضايا. وتحتل قضايا السرقة المرتبة الأولى بعدد 32 بلاغ، ثم تليها جريمة الإيداء الجسماني بعدد 14 بلاغ، والاعتداء على أرض بعدد 12 بلاغ. نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمدينة المكلا حملة بمنطقة الشرج لتصحيح وضع الوباء بشوارع منطقة الشرج بتوجيهات من قبل مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد سالم باخلعة، حيث قام الفريق بتنظيف ما تحت البساط العشوائي ورفعها من الشوارع وإعطائهم حدود بمساحة تقدر نحو 1.5 متر لكل بسطة ما بعد الرصيف، كما قام الفريق أيضا بعمل فتحات على باب كل محل تجاري.
وأكد مكتب الإشغال أن هذه الحملة تستمر وسيتواصل العمل فيها حتى يتم تصحيح الوضع الوبائي بالمدينة. انعقد بمدينة المكلا اللقاء التشاوري الثاني للعاملين والموظفين بمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بالجمهورية، وناقش اللقاء الخطط التطويرية والطاقة الإنتاجية للمطابع للمرحلة المقبلة، كما تم مناقشة وتقييم ما تم إنجازه من أعمال خلال المدة الماضية، وكذلك وضع الخطط التطويرية والتشغيلية. كما تطرق اللقاء إلى ضرورة قيام الموظفين والعاملين بواجباتهم وفق الخطط الإدارية، وكذلك سعيهم لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم علميا وتنظيم الدورات التدريبية لهم. وفي ختام اللقاء قدم الموظفين والعاملين بالمؤسسة درعا تذكاريا للدكتور المهندس محمد باسليم المدير العام التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بالجمهورية، عرفانا لدوره في خدمة الموظفين والعاملين بالمؤسسة. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته عناوين الصحف المحلية والعربية. أعزائي المشاهدين، هذه كانت نشرتنا الأخبارية وعناوين الصحف، ومجددا نذكركم بأبرز العناوين. وفد منظمة الصحة العالمية يزور محافظة حضرموت ويناقش أبرز التدخلات في القطاع الصحي. الكشف عن نصوص الأعمال المسرحية المجازة للمشاركة في مهرجان المسرح الثاني بالمكلا. انعقاد اللقاء التشاوري الثاني للموظفين والعاملين بمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بالجمهورية بالمكلا. من هنا نختتم نشرتنا الأخبارية، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.